أهلا فيكم بباريس، مدينة الأضواء، الموضة والحب ودار دور ريال. شو رأيكم أخذكم جولة في باريس؟ كيف بكون مرتاحة ومبسوطة لما بكون موجودة في باريس لعدة أسباب، بس أهمها إنه باريس هي دار لوريال باريس يلي بتمثلني وبتمثل كل مرأة عربية واثقة ومؤمنة بنفسها، والأهم من هذا كلياته إنها بتحب إنها تشوف العالم بمكان أفضل لأننا بنستحقه. شعار ما بيعني بس الجمال الخارجي، بل شيء أنا كمان بآمن فيه اللي هو الجمال من الداخل، وكيف إنه نكون قوايا بكل يوم مع التحديات اللي بتواجهنا كنساء. وأكيد هذا الشيء اللي بتآمن فيه لوريال باريس وبتعكس شعارها فيه. لحظة، أنا ما بعمل شعري أبداً بدون ما أستخدم سلاحي السري، بديل الزيت من الفيف. ليش؟ لأنه كتير ناس بيسألوني ليش شعرك دائماً طويل وصحي وتمييزه مثالي وإطلالتك حيوية، ودائماً جوابي بيكون انسيابية الكيراتين من الفيف عشان أحصل على تمييز مثالي وشعر حيوي وصحي. تفضل. لما يكون شعري قوي عن جد بحس حالي قوية وما في شي بوقفني. يلا نطلع فوق. ثقتي بنفسي بتخليني أكون إنسانة إيجابية، ودائماً بحاول أعكس هذا الإحساس على مجتمعي. استيك سيلفي. لحظة، شعري خربان. الجمال بكل مكان، ومن لحظة انضمامي لعائلة لوريال عرفت إنه الاختلاف مهم، ولمست قدي لوريال بتحترم كل الاختلافات. أنا اكتشفت كيف أعبر عن اختلافي كل يوم وبكل مناسبة مع الفيف. بيني غريبة صح؟ خريطة العالم، وتخيلوا إنه كل منطقة بالعالم لها نوعية شعر. شوفوا مثلا هون إفريقيا كيف الشعر، شوفوا إحنا هون، شوفوا كيف هاي نوعية شعرنا هون. وعلى بناء على نوعية الشعر بتتم الدراسات والتجارب، وتطلع أكيد المنتجات يلي نستحقها. وشعرات هون. هذه كانت قصتي مع شعري، غيرت لألفيف وشفت الفرق. أنتوا شو قصتكم؟ خبروني. باي. لأننا بنستحقه.